هو طبعا ما اعتقدش ان هو كوبر ليه رصيد في مصر، يعني بعد ما مشي بعض الناس يقول لك اه والله كان، بس ملوش رصيد على البعض مستوى رشح التدريب. كوبر للاهلي وللزمالك لو حد بعض رشحوا كلها لعيبه يرشحوا، واحد وكيله بيرشح، واحد بيتصل بواحد اعلامي يقول له ده كذا، لكن حقيقه مش متواجد جوه الساحه. طب يا كابتن دلوقتي التليفون اتصلح، فعايزين نقول لحضرتك الو. قول هقول ما الو. لو ما قالش الو مش خلاص يا هرد. كابتن، حضرتك لو ما قالش، لو ما ردش يا كابتن علاء هتخصم منه. طب اخصم ماشي. منه. الو. الو. ايوه. مش هيقدر يخصم مني يا عمر. ما عرفتش مين يا كابتن علاء؟ لا كابتن هشام حنفي. لا يا كابتن انت مغير القميص مرتين يا كابتن. يا هشام انت سايب النادي ومروح دلوقتي يا هشام ولا ايه؟ لسه بدري يا كابتن هشام، الساعة 12 ونص يا كابتن هشام، لسه بدري. انا بسابق في النادي، قلت لك ما تمشيش لغايه لما اجي. انا بس الساعه 10 اتذكر، لغايه بعد 12 قول لي. كابتن هشام حنفي نجم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي ونائب رئيس قطاع الناشئين الكابتن علاء نبيل في نادي زد. كابتن هشام طبعا مفيش احسن من كده بقى، مناسبه حضرتك تكون موجود معانا فيها، في وجود كابتن علاء ربنا نبيل يخليك يا نجم كابتن الكره عمر، المصريه طبعا ورئيس قطاع الناشئين في نادي زد. كابتن هشام ربنا يخليك يا كابتن عمر، تحياتي ليك، وحشني جدا، ويعني شياكه مش قادر اقول لك، شياكه ليها عنوان يعني عمر ربيع ياسين، فمش عارف اقول لك ايه تاني. معاك رئيس تحرير عالمي محمد علي، واعداد احمد عبد العال، حاجه محترمه، مهندسين ما شاء الله، الله اكبر، فريق عمل يعني حاجه كبيره جدا. ربنا يخليك يا كابتن هشام، ربنا يخلي حضرتك. طبعا انا حبيت بس اعمل مداخله طبعا، لان انت معاك نجم من نجوم الزمن الجميل يعني كابتن علاء، بصراحه يعني والله مش عشان يعني انا معاه دلوقتي في الشغل، فلا انا اشتغلت معاه في النيل للرياضه السنه اللي فاتت كلها كمحللين في النيل للرياضه، لكن لما قربت منه في نادي زد لا فعلا اسم كبير، صحيح راجل ليه رؤيه كبيره جدا في قطاعات الناشئين، واسمه كمدرب كبير، فحبيت ان انا اتكلم من لازم ناخد حقه، يعني في ناس كده ما بتاخدش حقها كويس، اكيد طبعا يا كابتن هشام. طبعا طبعا من الناس المحترمه، وانا كمان يعني كابتن علاء يعلم مدى حبي وتقديري ليه، واحد من نجوم الكره المصريه، ربنا يا رب يكرمه ويعني يكرمكم في تجربه انا عايز ابدا مع حضرتك فيها الاول قبل ما اروح للكابتن علاء واساله عنها. تجربه زاد بالنسبه للكابتن هشام حنفي، يعني تجربه جديده، نادي حديث، نادي عايز يكون ليه تواجد، طبعا الكلام على يكون موجود في الدوري الدرجه الثانيه الموسم اللي جاي، يعني كلام كتير يا كابتن هشام، ولكن عايز اعرف التجربه وصلت لحد فين في الوقت الحالي. والله يا طبعا هي بالنسبه لي خطوه كبيره، وخطوه فيها مسؤوليه كبيره جدا مع كابتن علاء نبيل، اللي هو اصلا يعني عنده باع كبير جدا في قطاعات الناشئين ولاعيبه الناشئين، وان هو يبني ازاي جيل، يعني اعتقد معظم لعيبه نادي المقاولين الفريق الاول دلوقتي هو من قيادته في قطاع الناشئين واكتشافه، فمن هنا جت الفكره ان احنا نعمل قطاع ناشئين لنادي زد يبدا ينافس الانديه الكبيره، الاهلي والزمالك والمقاولين والاسماعيلي، انت مش عايز انسى اسماء الاتحاد السكندري النهارده اللي بيغير جلده، فبالتالي انت عندك الرؤيه دي، لان احنا اعتمدنا على الاحتراف بشكل كبير قوي، والمبالغ بقت عاليه قوي في كل نادي، اعتقد الانديه الشعبيه بدات يعني تتراجع بشكل كبير، فالنهارده لا لازم يبقى ليك دور في قطاع الناشئين، تفريغ لعيبه لقطاعات الناشئين للانديه الكبيره، وانت يبقى عندك نادي الفتره اللي جايه يبقى نادي ليه اسمه وليه تقله بدايه من قطاعات الناشئين. طيب يعني يا كابتن هشام برضه انا عايز اخد راي حضرتك في مباراه بكره الاهلي وبيراميدز، شايف كفه مين ارجح؟ يعني بنتكلم ان في حسابات معقده ما بين الزمالك وما بين بيراميدز على المركز الثاني، لكن تعتقد ان الاهلي بكره هيلعب بصفوف مكتمله، ولا حضرتك شايف ان الاهلي ممكن شويه يعني عشان مباراه الوداد وبالتالي ممكن يكون في بعض الراحات للعيبه يعني معينه ممكن تشارك في مباراه الوداد؟ لا انا شايف يا عمر بكره ان هيبقى في خليط ما بين ده، لعيبه صغيره لعيبه كبيره، لان المباراه ليها اهميه كبيره، نادي بيراميدز بقى من الانديه الكبار اللي في مصر بينافس الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي والمصري، اللي هي الانديه اللي هي بقت مباراه كبيره يعني ما لا تقل اهميه عن الاهلي والزمالك، وبالذات في الفتره اللي فاتت ان بيراميدز كان متفوق على النادي الاهلي، فهي مباراه بغض النظر عن انت الاهلي اخذ الدوري، هي مباراه معنويا ان انت اذا كسبت بكره ان شاء الله هيبقى انت رايح الوداد ورايح يعني بحاله معنويه بفوز، بغض النظر الفوز ده مش هيقدم لك ولا هيأخر لك، لكن هو فوز معنوي للعيبه بشكل كبير، ياثر
على الفريق المنافس وانت بتلعب في المغرب. يعني يا كابتن هشام انا بشكر حضرتك على وجودك معايا وبتمنى لك التوفيق، وكان لازم عليك تبقى موجود معايا والكابتن علاء موجود، بتمنى لك التوفيق. كابتن علاء هيسألك سؤال يا كابتن هشام. انا عايز استمتع كابتن عمر، انا عايز استمتع بكابتن علاء نبيل يعني. ما هو دلوقتي هيسألك سؤال يا كابتن هشام قبل حضرتك ما تقفل بس. صلحت غلطتك اللي عملتها امبارح يا هشام؟ نعم يا كابتن. صلحت غلطتك اللي نسيتها امبارح في البيت؟ انت بتفضحني على الهواء يا كابتن هشام. هترد يا كابتن هشام لو سمحت، هترد على سؤال الكابتن علاء كده هتفضحني على الهواء. صلحتها ولا لا؟ والله يا كابتن بص، النص النص اترمى والنص التاني الحمد لله كويس. بالتوفيق يا شباب. انا لازم اقول يعني ولا ايه؟ تفضحني عشان ما دام قاعده بتتفرج عليا الناحيه الثانيه. بلاش يا كابتن هشام، احنا هنا كل حاجه بيننا وبين بعض، ما حدش ثاني بيسمع ولا بيشوف، ما تقلقش. هي مشكلة يا كابتن عمر ان انا امبارح ايه جيت كنت معايا حاجات كتير قوي للبيت، فجايب لحمه كتير قوي، فقلت اشيل الفيشه شويه الديب فريزر عشان كان جامد قوي، فقلت اشيله شويه عشان اظبط الدنيا. دخلنا نمنا وصحينا ورحنا الشغل، ومراتي نزلت راحت يعني تعمل مشاوير، ورجعنا الساعة 8 بالليل لقينا اللحمة كلها باظت. طبعا يا كابتن اللحمة باظت وريحة مش مسكت الشقة كلها. قاعدين في الملعب، قاعدين في الملعب انا وهو، لقيته بيقول راح ضرب دماغه يا هشام في، قال لك ده نسيت نسيت الفيشة. يا كابتن هشام بعد كده يا كابتن هشام ايه، ما تعملش الحاجات دي تاني يا كابتن عشان بيكون فيها مالكش دعوه بامور البيت. خلاص ما الحاجات دي بص يعني لما احنا بنفتح يا كابتن هشام الموضوع بيخرج بره السيطره. طب بعد اذنك، بعد اذنك يا عمر، بعد اذنك يا عمر عايزك تسال بقى كابتن علاء كده حاجه، لان انا سامع ان هو في البيت حاجه جامده يعني. قول في حاجه شاطر بيطبخ وبتاع حاجات جامده يعني. انا كابتن علاء ولا عمري دخلت اهو بص ولا ولا لك بص قال لك ولا عمري دخلت بقى، راجل راجل معترف ومتصالح مع نفسه. حبيبي يا كابتن هشام بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. حبيبي يا كابتن عمر بشكرك. يا كابتن هشام بشكرك. كابتن علاء يعني عايز ابدا معاك زد ومباراه الاهلي وبيراميدز، لكن السؤال دايما للناس